تعيش الفتاة المنحدرة من مدينة بركان ضحية الراقي أوضاع النفسية جد صعبة وتمر من ظروف عصيبة بعدما تسرب الفيديو لها مع أحد الرقاة بالمنطقة والذي قام بتصويرها ونشر الفيديو تظهر فيه في وضعية جد فاضحة على نطاق واسع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد مصدر خاص لقناة شوف تي في أن الضحية راقي بركان لم تعد قادرة على الخروج إلى الشارع وممارسة حياتها اليومية بشكل عادي حيث ضربت عليها أسرتها حصارا مطلقا ومنعتها من الخروج والحديث مع أي شخص كيفما كان نوعه. وأوضح مصدر شوف تي في أن هذا المنع جاء على خلفية اطلاع عائلتها على الفيديو المسرب وكذا بعد خروجها عن صمتها والكشف عن ملابسات وحيثيات ما وقع لها من استغلال مع الراقي في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت فيها المغاربة مساعدتها وتفهم وضعها للخروج من هذه الأزمة التي تعيش في ظلها. وأضاف ذات المصدر أن الفتاة أصبحت مراقبة وسط المنزل من طرف عائلتها مما سيزيد من تأزيم حالتها النفسية وسيعرض حالتها الصحية للخطر وفق ما أكدته لمصدرنا في اتصال هاتفي معها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.